مرحبا ويعطيكم العافية كلكم. أول شيء بدي رحب بوجود رئيس قسم الرياضيات التطبيقية الدكتور باسم حيدر والدكتورة صبا موجودة معنا اليوم، أكيد دكتور إيهاب اللي حيعطينا المحاضرة. أهلا وسهلا فيكم بإيفنت دمادي كومبيت ليرنينج. ما حنطول عليكم كثير، بدي رحب بالدكتور إيهاب، يتفضل يبلش بالمحاضرة. يعطيكم العافية جميعا. طبعا أكرر ترحيبي لرئيس القسم وحرمه العزيزة دكتورة صبا. بس مقدمة صغيرة، الفكرة من هذا الوركشوب قبل ما بلش بالتفاصيل طبعا هي إنه حاول أطلعكم أو نحاول نطلعكم، لأنه إن شاء الله ورا هذا الوركشوب حيكون في وركشوب صغير مواضيع تانية إن شاء الله كمان. لتطلعوا على مواضيع يمكن أنتم كطلاب سنة تانية سنة تالتة أو حتى رابعة ما بتشوفوها إلا الخامسة، وحتى بالسنة الخامسة ما بعرف قديش ممكن تفوتوا فيها بعمق. يعني عارف مواد الماستر 2 بتكون 20 ساعة، فلذلك ما حنقدر نفوتكم بعلم الأمور بالماستر 2. هلا طبعا الموضوع اللي اخترناه اللي هو الديب ليرنينج، هلا اذا بتشوفوا كل الويب سايتس اللي له علاقه بعلمنا حتى اليوتيوب بتشوفوا انه هيدا العالم او هيدا المجال هو ترند. اي طالب كمبيوتر ساينس بكره ان شاء الله انتم بعد 3 سنين او لما تخلصوا 3 سنين ليسانس بدكم تروحوا على الشغل قررتوا، اذا ما بتعرفوا الديب ليرنينج هيدي ثغره، هيدي ثغره، لانه هلا صار يعني بعد شوي الاشياء اللي بتعرفوها هلا او اللي عم تعلموها هلا بالسوق هي الالفابت، بكون شيء زيادة عن الأبجدية اللي بتعرفوها اللي هي البروغرامينج أو أي تفصيل تانية طبعا مع أهميتها. يعني كله مهم، ولكن المفروض نحن كمان يكون في عنا إضافة تغنينا بسوق العمل. هلا خلال هالبرزنتيشن البرزنتيشن هتكون شقين، ولكن مش منهم مفرقين، في جزء نظري مضطر أتطرق له، لأنه بالنهاية إذا بس رحنا على جزء التطبيقي يعني شفنا الأمور كيف مشيت، شفنا الماجيك، يعني ما بنكون كثير علميين، بنكون عم نعطي برودكت، اوكي وبعدين؟ فمضطر اقرأ أنا بجزء نظري بس لنفهم الأمور كيف رح تمشي بالتول اللي حنمشيه. هلا بالجزء النظري حاولت خفف قد ما فيه، رح حاول حتى بالحكي خفف قد ما فيه أشياء تكنيكال، لأنه مش الهدف كمان إنه نفوت بالأشياء الرياضية بعمق هلا، خاصة إنه الوقت كثير قصير. لا، الهدف احنا نشوف الامور كيف ماشيه، وبعدها هذا البرودكت كيف نستخدمه نحن باي ابلكيشن بدنا نعملها هلا. هلا نحن ان شاء الله بس نخلص هذه المحاضره حيكون في ديفيديات حتتوزع للكل اللي بحث. انا دكتور انطون تفضل. وطبيعي كل واحد منكم قادر يروح يحقق اي شيء رح نعمله نحن ببيته على المشين تبعيته. تمام؟ حدا عنده اي سؤال قبل ما نبلش؟ حدا انا عندي سؤال، مين عنده تجربه قبل؟ تفضل. يلا حط فيها. انا عندي كم سؤال، حدا شاغل على الديب ليرنينج قبل من ضمن الحضور الموجودين؟ تحياتي. معك. منيحه. طيب، حدا شاغل ماشين ليرنينج؟ تمام. شارين ماشين ليرنينج، بتعرفوا شو الفرق بين ماشين ليرنينج وديب ليرنينج؟ عقل الأحوال هلا ان شاء الله بتبين معنا. خير، يلا حنبلش. فاين، رح احاول اختصر مثل ما قلت لكم، بعدين السلايدز وكل الريسورسز بتاخذوها ان شاء الله على الديب ليرنينج موجودين. الديب ليرنينج هو جزء من عالم اسمه الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الصناعي. ويحدث الذكاء الصناعي ببساطة لأنه حنجعل هذه الماشين تحاكي البيهيفير تبعولنا، يعني نحن سلوكنا، يعني نخلي هالماشين يكون في عندها الذكاء اللي عنده زي الذكاء البشري، الذكاء الإنساني. طبعا الاستفادة من الماشين، الماشين في عندها بروسيسنج أعلى مننا. يعني أنا هلا إذا بدي أعمل فاكتوريال لرقم بدي مش عارف قديش اللي أعمله على الورقة والقلم، أنا ماشين تعمل لي إياه ببروجرام كامل، بس أنا بذكائي
انا قلت لها للماشين كيف بدها تبرمج او كيف بدها تشتغل، شو الستابس اللي بدها تتبعهم لتطلع لي فاكتوريا للرقم. فاذا هدف الارتفيشال انتليجنس هو هيك، هو ان انا اخلي هالماشين تصير ذكيه تحاكي الذكاء البشري. طبعا بالبدايات هروح دغري على السلايد الثاني اللي هو مرتبط بالسلايد الاول، في تطور تاريخي لو وصلنا للديب ليرنينج. طبعا الديب ليرنينج كما تبين معنا بالاول سلايد هو جزء من الماشين ليرنينج اللي هو جزء من الارتفيشال انتليجنس. اوكي، طبعا هشرح شو الفرق بيناتهم من خلال التطور التاريخي. اول شيء بلشنا بالالجوريثمز بالارتفيشال انتليجنس، هن الجوريثمات ذكيه نسبيا ولكن مش مبنيه على الاشياء اللي بنت الماشين ليرنينج عليها اللي هي عاديا مبنيه على الداتا. الالجوريثمات الاساسيه بتاعت الارتفيشال انتليجنس هي الالجوريثمات مثلا يلي تحاكي كل شيء جراف بيست، يعني سمعين مثلا ب ما بعرف اذا سمعين بالاي ستار الجوريثم مثلا، هذا الالجوريثم بيساعدكم تحلوا الرابيك كيوب هذا اللي شفتوه بالمعرض على سبيل المثال. مثلا في الجوريثم اسمه الجينيتك الجوريثم، هذا كمان الجوريثم بخليكم تعملوا اوبتمايزيشن تلاقوا سوليوشن بطريقه من بروبلم هو نون بولينوميال بنسميه، ما قادرين نبرمجه، ما بيتبرمج بالطريقه الكلاسيكيه. فبنروح على هيك الالجوريثمات ذكيه كلهم بيصبوا بالارتفيشال انتليجنس. المشين ليرنينج ب 1980 وطلوع براز، وكان الهدف او الكونسبت تبعه الاساسي هو انه نحن نستند على تجارب. يعني انا في عندي تجربه بدي اخلي هالماشين من التجارب اللي انا عندي اياها تستفيد لحتى تقدر تشتغل بالمستقبل، تتنبأ بالمستقبل، تعرف الاشياء بالمستقبل. بتلاحظوا انه كانه عملنا انه زرعنا كبرنا هذا الدماغ بقلب الماشين من خلال الرسمه، كبرنا هالدماغ ووصلنا لمحل انه هذا الدماغ بالديب ليرنينج عملناه كونكتد اكثر وسمارت اكثر. ديب ليرنينج هو ماشين ليرنينج ولكن ديب. في طبعا هلا بس اوصل له بس اشرح فكره النيورال نتورك بتعرفوا شو الفرق بين الديب ليرنينج والماشين ليرنينج، ولكن اثنيناتهم بيستندوا على داتا. يعني انا النقطة الأساسية عندي إنه يكون في عندي داتا، تريننج داتا، يكون في عندي تجربة، يكون في عندي تجربة. من دون ما يكون في عندي هذه الداتا ما فيني أحقق ديب ليرنينج. يعني على سبيل المثال مثل ما حنشوف هلا بالوركشوب، إذا أنا مثلا بدي أخلي هالماشين تميز بين شغلة وشغلة، إحنا حنشوف هلا إكزامبل إنه خلي الماشين شوف لي إذا هيدا الأنيمال هو كات ولا دوغ. طيب هل بقدر انا اكتب الجوريثم بالطريقه الكلاسيكيه منشان احقق هذا الهدف؟ انا بتحدى بتحداكم كلكم تعملوها هيك بطريقه كلاسيكيه. ما في، منه بولينوميال هذا البروبلم. فاذا شو بدي اعمل؟ ديب ليرنينج او الماشين ليرنينج خلينا نقول بيقول انت استفيد من التجربه. نستفيد من التجربه لاعمل شيء اسمه كلاسيفاير. عم حقق او اللي عم بعمله هون هو كلاسيفيكيشن. بدي اوصل لمحل خلي هالماشين اعطيها صوره بتقول لي هيدي الصوره هي صوره كات اور دوغ. بهيدا الاكزامبل اللي مبين معكم هون هيدي تريننج داتا. هون في عندي انفورميشن لناس بشوف اذا بحق لهم ياخذوا لون او ما ياخذوا لون عندي، ياخذوا قرض او ما ياخذوا قرض. طبعا هيدي التجربة، أنا بالماضي التجربة كان في عندي هيدول ال بين الماوس، لا خليني بس بينهم شوي. تمام. هيدول هذا هو الأرشيف تبعولي. في عندي أنا مجموعة كاستومرز، مجموعة كلاينتس، كان في عندهم هيدول البارامترز، يعني الإيج، هاز جوب، أون هاوس، كريدت ريتنج. وهون التصنيف تبعولي اللي صار يدويا. أوكي؟ هذا نحن بالتجربة إذا واحد كذا 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 كنت أعطيه لون ولا ما أعطيه لون. هلا الفكرة وين؟ الفكرة أنا ما بدي ضلني قاعد أدرس ملفات. الفكرة إنه هلا إذا إجى عندي كلاينت جديد بدي أعطيه البارامترز الفاليوز، يعني عمره، إذا بيشتغل، إذا عنده بيت، إذا كذا، هو لحاله الماشين تقول لي إنه هذا لازم أعطيه قرض ولا ما لازم أعطيه قرض. هون أنا شو عم بعمل؟ بكون عم ببني كلاسيفاير. أوكي؟ إذا هذا الكلاسيفاير عم بميز ما بين تو كلاسز هون، هي يس أور نو. مثل ما انه الكلاسيفاير اللي بعد شوي حنعمله بيميز لي اذا هيدي الصوره هي كات اور دوغ. وطبعا فيني اروح لابعد من هيك، فيني فوت ب ان كلاسز قد ما بدي، فيني اعمل يعني
الليبل تبعيتي او الكلاس تبعولي فيكون ما ضروري محدود باثنين او بثلاثه او باربعه، فيكون قد ما بدنا. تمام؟ فاذا الهدف هو هون تبع الكلاسيفيكيشن انه انا يكون في عندي تريننج داتا، عبر التريننج داتا طبقها على ليرنينج الجوريثم. هلا بنشوف واحد منهم اللي هو النيورال نتورك. هيطلع عندي موديل، الموديل هو كلاسيفاير. طبعا هي التجربه هعملها عندي انا، راح بيع الموديل بعدين اي حدا فيه يستفيد منه. هذا الموديل بيعطي هو الـ يعني الانبوت او الانتري اللي بده اياها، وانا بصنف له اياه حسب طبعا الكيس ستادي اللي انا فيها اللي انا عم اشتغل عليها. تمام؟ فاين. الابلكيشنز اوف ديب ليرنينج، في كثير ابلكيشن ديب ليرنينج. طبعا هذول ابرزها هلا في انا قسمتهم لثلاثه كاتيجوريز، في بالكمبيوتر فيجن، سبيتش اند اوديو، في بالان ال بي ناتشرال لانجويج بروسيسنج. مثلا بالكمبيوتر فيجن قادرين نعمل ايمج كلاسيفيكيشن، قادر اعرف انا كل صوره شوف بقلبها، او بالاحرى هي صوره شو، لحتى اقول شو في بقلبها. كنت عم بعمل شيء اسمه اوبجكت ديتكشن، يعني انا بقلب الصوره عم شوف شو في تفصيل. يعني انا هلا تصورت هذه القاعه، بعرف هذه القاعه في بيرسونز، انتم الاشخاص، في تشيرز، في كراسي، في تليفون، كذا. هون كنت انا عم حلل الصوره نفسها، بينما فيني انا اعطي لا صوره تقول لي هذه قاعه محاضرات. هون كنت عم بعمل شو؟ كلاسيفيكيشن. اذا فت بالتفصيل كنت عم بعمل اوبجكت ديتكشن. اوكي، بالنهايه كله هذا بالكمبيوتر فيجن بيصير. فينا نطبق الديب ليرنينج على عالم ثاني اللي هو السبيتش اند اوديو. مثلا في شيء على الفويس ريكوجنيشن، يعني في شيء اسمه سبيتش ريكوجنيشن، في شيء اسمه سبيكر ريكوجنيشن. شو الفرق بيناتهم؟ السبيتش هي اللي اعرف انا شو عم ينقال، اذا حدا حكى اعرف انا النص اللي انقال، بينما السبيكر اعرف مين عم يحكي. واضح؟ كمان الديب ليرنينج بحقق لي هيدا. طبعا له اجراءاته. بالناتشرال لانجويج بروسيسنج كمان بقدر انا فوت بيعرف انه اذا في عندي انا نص اعرف شو اللغه المحكي، شو هو اي لغه يستخدم. فيني اعمل سمريزيشن للنص، اذا انا عندي نص طويل عريض فيني اعطي له سمري منه، فيني اعمل ملخص عنه. فيني اعرف هذا النص عن شو عم يحكي. يعني هلا عم يحكي يعني شو الكلاس تبعوله، هل هو سبور ولا شيء سوشيال ولا شيء. واضح؟ فاذا كمان هذا بفوت لهيدا المجال. جيد. للاسف انا مشكله انا ما في لو بدي اتحرك. اوكي. بالماشين ليرنينج في كثير اتفقنا انه في عندي ليرنينج الجوريثم هون. هذا ليرنينج الجوريثم هو عباره المفروض يكون عن تول، عباره عن الجوريثم. في كثير الاهم واللي هو بني عليه لحتى نعمل ديب ليرنينج، اهم تول هو النيورال نتورك. ضروري جدا تعرفوا شو هو النيورال نتورك، بس ما حفوت كثير بالتفصيل. النيورال نتورك هو عباره عن هذا الجراف اللي فيها لايرز. هون في عندي 3 لايرز، ايتش لاير في عندها سيت اوف نودز، في عندها هذول بالرايمات، وطبعا كل لاير كونكتد مع اللاير اللي بعدها. طبعا فيها تكون فولي كونكتد، يعني كل نود متصل بكل شيء باللاير الثاني بكل النود، فيها تكون لا. ممكن كمان هون فيها بحث بس ما حنفوت فيها. طبعا بدنا نميز بين ثلاثه تايبس اوف لايرز اللي هن الانبوت اللي بالاصفر هون، الاوتبوت، والهيدن لاير. اوكي، طيب كيف بيشتغل هذا النيورال نتورك؟ النيورال نتورك يحاكي الشبكه العصبيه تحت الانسان بكل بساطه. كل نود، انا هون عم صور لكم النود كيف شكله، انا صرت بهذا النود اللي هون. اوكي، ارجع حتى نعمل شغله. ليكو الخليه البشريه تعمل هيك. هلا انا ماني خبير بيولوجي، بس تذكرت من زوجتي بتشتغل بيولوجي. الفكره انه الخليه العصبيه في عندها اعصاب وارده وعصب او اعصاب صادره منها. فهي بتصير انه لما بيوصل لها سيجنالز، بيوصل لها اشارات للخليه العصبيه، في عندها هي فانكشن حنسميها هون هي الاكتيفيشن فانكشن او يسموها السكواش فانكشن. مجموع هال الاعصاب اللي جاي هي عباره عن لهم نيوميريكال فاليو، بالنهايه لهم قيمه رقميه، بتطلع عبر هذا الفانكشن فاليو ثاني على الخلايا الصادره. تمام؟ تماما كما توضح هذا الرسم اللي هون، هذا الرسم اللي هون هي نود من هذول النودز. طبعا في عندنا هدول الاعصاب الوارده، كل وحده في لها ويت، لاحظوا هون الـ W0، الـ W1، الـ W2،
هن الويتس تاعت العصب. طبعا الاكس 1 او الاكس 0 الاكس 1 اكس 2 هن الفاليوز اللي جايين من برا. انا بعثت فاليو كيف وصلوا لعند الخليه هيدا، ضربوا بالويتس وصلوا لعند الخليه. الخليه شو بتعمل؟ هذا النود حيطبق فانكشن، هذه الفانكشن هي بنسميها اكتيفيشن فانكشن، هي حتاخذ السوميشن ل دبليو اي اكس اي، تزيد عليها بياس معين يعني نويز معين، اوكي، وتطلع فاليو. هلا هالفاليو اللي بتطلعه هو حسب الفانكشن اللي مستعملينها. في كثير فانكشنز هون راح اوقف رياضيا، يعني الرياضيات ما حفوت اكثر من هيك، بس هي الفكره هي هون. طيب السؤال هو، طب اعطيكم مثال قبل ما افوت بالسؤال. مثال مثلا ليكو، بتعرفوا انتم الاند جيت، الاند جيت تبعكم الكلاسيكي، هذا نيورال نتورك للاند جيت. الفانكشن اللي مستخدمينها هون هي بسموها باينري فانكشن، تاخذ اكس بتطلع لي يا اما 1 يا اما 0 حسب الثريشولد تاعها اللي انا بحدده. هذه فانكشن كثير مستخدمه بالنيورال نتورك، اوكي. شوفوا طبعا تعرفوا انتم اكس 1 اند 1 ايش لازم تكون النتيجه؟ 1 مزبوط، 1 اند 1 مش 1. شو حتصير هون اذا اخذنا هون السوميشن ل، طبعا انا معطي ويتس هون 1 1 لهدول الاعصاب، السوميشن ل دبليو اي اكس اي شو حتكون هي؟ 2، 1 تايمز 1 بلس 1 تايمز 1 2. التتا هي 2. Is 2 greater or equal than تتا؟ Than 2؟ Yes. So حتطلع لي الفانكشن شو؟ 1. ال 1 and 1 هي 1. طلعت لي 1. عم تشتغل الاند جيت. هلا خذوا 1 and 0. يعني خذوا اكس 1 هي 1 واكس 2 هي 0. حيطلع على السميشن هون ال W على اكس ار هي 1 which is less than تتا. إذا اكس حتطلع لي 0 وهكذا. اوكي؟ هذا سمبل نيورال نتورك بحقق لي الاند جيت. اللي على الشمال اللي على يمينكم بالاحرى هو كمان نيورال نتورك، بس هون لاحظوا هون كان في عندي انبوت لاير وحده وعندي اوتبوت لاير، عندي انبوت لاير واوتبوت لاير حتما حتكون وحده بوحده، بس في عندي هيدن لاير وحده طبعا فيها نود واحد اللي هي واي، عندي 1 هيدن لاير. كانت 1 هيدن لاير كافيه بالنسبه لي لحتى احقق المطلوب. طيب اذا بدي اعمل هلا الاكزور جيت كمان هون بياخذ دكتوراه اللي بيعمل نيورال نتورك مع لاير، مع هيدن لاير وحده للاكزور. ما بتزبط، في كونتراديكشن بتصير. طبعا ما حبريكم اياها هلا، ما حبريكم اياها هلا، ولكن للاكزور مضطرين يحطوا هيدن لايرز. طبعا هون هن الانبوت 0 او 1، الاوتبوت ثابته حتكون يا اما 0 يا 1، وفي عندي هذا هيدن لاير اللي هون وهذا هيدن لاير اللي هون. تمام؟ هذا اللي هون اللي شايفينه، هذا اللي هون از ديب نيورال نتورك. لانه مثل ما حنشوف بالتعريف الديب نيورال نتورك، سامعيني معك؟ الديب نيورال نتورك عباره عن نيورال نتورك with two or more hidden layers. بس استعمل نيورال نتورك للكلاسيفيكيشن. وهالنيورال نتورك يكون مؤلف من اثنين او اكثر hidden layers، صرت عم اشتغل ديب ليرنينج. مبروك. صرت اشتغل ديب ليرنينج. اوكي؟ هلا. اوكي مش الحال هيك. طيب. شكرا حسن. طيب هلا هون لطلع الاند او الاكزور سهله اموري. في طلع equations للنون، طبعا احنا هون النون تبعونا مش حيكونوا، حيكونوا الدبليو اي والتتا. هذا هدفي يعني، انا هالستركشر تبعولي واضحه، بس شو الفاليو للدبليو اي الويتس والتتا اللي هن حيحققوا لي الاند جيت او الاكزور؟ بسيمبل سيستم اوف equations فيني طلعهم. حتى هونيك نفس الشيء، يعني هون في عندي اكثر ويتس وفي عندي تتا اكثر، برضه فيني طلعهم رياضيا بشكل بسيط. الموضوع مش هون، وانت عم تقلنا جاي بدك انه انا عم بقول لكم جاي بدي خلي النيورال نتورك يتعرف لي على صوره شو هي. طيب صوره كيف بدي احقق هذا الشيء؟ لحتى اقدر ابني نيورال نتورك يتعرف لي مثلا هون بالكيس تبعيتي على صور، هالصوره شو هي؟ بكل بساطه مفروض اعمل له تريننج. ما بقدر حله بسيستم اوف ايكويشنز، ما بقدر لاقي الويتس او التتا اذا في تتا حسب الفانكشن اللي عم بستخدمها، الاكتيفيشن فانكشن بالايكويشن صعبه. ليه؟ لانه اصلا هون بعد شوي حتشوفوا حنحكي عن نيورال نتورك with 2 3 4 هيدن لايرز اند ات ايتش لاير في عندكم الاف النودز، يعني عمليا تخيلوا انتم في عندكم 1000 نود هون و1000 نود هون و1000 نود هون، كم وكلهم متصلين ببعضهم، كم ويت صار في عندكم؟ نحله صعب، مستحيل برضه. فهذا الفكره اللي رح نعمل تريننج. طبعا هون نرجع بذكر لعمل الكلاسيفاير شو بحاجه؟ لا
للتريننج داتا. بدي تريننج داتا. هالتريننج داتا بدي تكون ليبلت يعني بالاساس يعني بالكيس تبعيتي كوت اور كات اور دوك. عندي انا مجموعه صور مصنفهم كات ومجموعه صور مصنفهم دوك. تمام؟ هدول الصور بدي بلش درب نيورال نتورك لصير يتعرف عليهم مستقبليا. كيف؟ بكل بساطه انطلق من النيورال نتورك. طبعا حيكون اكبر من هيك بس هذا بس لحتى شوف الاشياء بس بشكل اوضح. هانطلق من النيورال نتورك انا بعطيه راندوملي فاليوز للويتس. اوكي؟ بعطيه راندوملي فاليوز للويتس يعني بشكل عشوائي. ما عندي فكره. ببلش جيب الصور وحده وحده. طبعا كل صوره بالنسبه لي فيني اشوفها باكثر من طريقه كفيكتور اوف نمبرز. طبعا اسهل شيء اشوفها كبيكسلز، كل بيكسل له رقم. هذا بدي ما بديش صعب اموري. اوكي؟ إذا عدد الانبوت هون عدد الانبوت سعيد عدد النود سعيد الانبوت لاير هو مرتبط ب قديش شايفها انا قديش هو السايز للفيكتور اللي انا شايف في الصوره. مثلا اذا عدد البكسلز بدك تشوف الصوره قديش حجمها. هلا رح نفوتها لهيدي الصوره لهون. طبعا هي عباره عن فاليو فيكتور اوف نمبرز. حتوصل معي لهون من بعد ما نعمل كل الفورميليشن نطبق الفانكشنز مع الويت توصل معي لهون بفاليو معينه تقول لي هي والله هي 0.4 هي صوره كات بالاساس. هي 40% كات 60% دوك. طبعا هو اكيد ما حيحزر هلا لانه اصلا بعده مش مدرب. بس انا هالشيء شو بيساعدني اعمل؟ بيساعدني القط الايرور. هون هي لازم تكون 100% كات. هي مصنفه كات. فهون بيجي بحسب الايرور انا اللي طلع معي، بحسب الخطا اللي طلع معي. وهيدا الايرور بستفيد منه وبطبق الجوريزم اسمه الباك بروباجيشن الجوريزم. طبعا ما حفوت بتفصيله الرياضي بس هذا خليني ارجع رجوع انا حامل هيدا الايرور واعمل ادجستمنت للويتس بشكل انه شو؟ انه لهيدي الصوره بالذات حتصير اذا رجعت طبقتها مره ثانيه حتعطيني كات 100% لهيدي الصوره. طيب جبت صوره ثانيه هلا اللي هي صوره دوغ مشيتها على اللي عملته لحد هلا ما حيطلع دوغ 100% بس كمان حيطلع معي ايرور. عبر هذا الايرور حارجع اعيد يعني اعمل باك بروباجيشن واعمل ادجستمنت للويتس وهكذا وهكذا كل الصور حاشتغل فيهم هيك. ولا يكفي جوله وحده نسميها ادفوك بدنا نعمل اكثر من ادفوك هون نفسهم عودين. بعدين الصور حارجع مشيهم هن ذاتهم وحضلني اشتغل اعمل تريننج تلاقي متى ما في زمن محدد لوقف بتضلك تشتغل كل ما دربت كل ما احسن كل ما دربت كل ما احسن. هلا في باراميترز فيني استند عليهم لاقول انه اوكي انا صار الموديل اللي صار عندي كافي. في شيء اسمه لوس يعني هو الافرج للايرور بيطلع معكم لما يصير مثلا هو تحت ثريشولد معينه عاده بيكون هو تحت 10 باور ماينس 3 بس يصير هلا بنقول خلص صار هذا الموديل كافي. طبعا لو يطلع عندي موديل مرتب لازم ادرب كثير لازم يكون في عندي ليرز اكثر بس كمان لازم يكون في عندي داتا كثير. هدول كل الباراميترز مؤثره بالنتيجه تبعتي. بدي داتا كثير بدي اركيتكتشر يكون مرتبه يعني هذا الليرز مش عارف قديش بده يكونوا. طبعا هون بالمناسبه بين هلالين في اركيتكتشرز صاروا جاهزين يعني انا ما في داعي اعذب حالي لكيس معينه قول شو الاركيتكتشر اللي بدي نقيها. في شيء صار موجود في شيء اسمه الكس نت لينت بعطيكم اسماء هيك. في شيء اسمه في جي جي هدول عباره عن اركيتكتشر يعني رسمه النيورال نتورك جاهزه وبقول لكم هذا الموديل او هذا الاركيتكتشر منيحه لهذا التطبيق. هذا الموديل منيحه لهذا التطبيق. واذا عندكم صور صغيره روحوا على اللونات اذا عندكم صور كبيره روحوا على شيء ثاني. اوكي بس كله بتكلفته. كترنا لايرز كترنا داتا معناتها التريننج صار ابطا. لا اسرع شو بدي؟ بدي اشتغل مالتي بروسيسنج. مش بس مالتي بروسيسنج بدي اشتغل مالتي بروسيسنج واتحرر من قيود الميموري واتحرر من قيود كل شيء اوفر هيد بصير بجيبوه على الجي بي يو. الجي بي يو هي الجرافيكال بروسيسنج يونت. وهلا جماعه اللي بيشتغلوا بزنس صاروا كلهم يشتغلوا مع الانفيديا. بتعرفوا الانفيديا؟ طيب اوكي صاروا يشتغلوا مع الانفيديا صار كل معظم السوفت وير يلي او الفريم ورك هلا فرجيكم عليهم هي ديديكيتد للانفيديا. في التنسر فلو اللي حنحكي عنه فيكم تشغلوه على شيء ثاني غير الانفيديا
بس بقول لك هو لطاتيك لطاتيك بيرفورمانس كتير عالية بدك تروح أصلا على الكلاود تبعيتهم للجوجل لأن هو إتس جوجل برودكت. لا لا جوجل طبعا مصاري هتشتغل عنده ولا مش هتعمل. هلا هلا الانيميشن اللي حتصير هون همرقها بشكل سريع هي بس تشوفوا كيف يصير الباك بروباجيشن همرقها بشكل سريع. فإذا أنا دخلت داتا وصلت للآخر إن طلعت معي هي هي المفروض تكون واي يعني هي ليبلت أز واي شو طلعت معي؟ طلعت معي زد. فبحسب الفرق بطريقة ما حتى هذا الدلتا وبلش أرجع رجوع وعدل بالشو وعدل بالويتس يعني هذول الويتس الدبليو صار دبليو برايم. أوكي هي الفكرة. فإذا نحكي تريننج إذا بكون أدرككم بعدين بمحاضرة تكنيكال أكثر بس ما حفوت فيها هلا. هلا إذا نيورال نتورك هو فنان لما بكون في عندي more than two hidden layers عم بحكي عن deep neural network بشكل تلقائي نعم بشتغل deep learning. واضح؟ لحد هون حدا عنده أي سؤال؟ فإذا deep learning هو classification using a neural network with two or more hidden layers. هل التعريف جاوبتك؟ هلا بس جاوبتك. واضح؟ والclassification فهمين شو بدنا منها؟ بدنا تعرف لي على الأشياء تعمل لي prediction للأشياء بدي أعطيها أنا هذا مثال ثاني بدل سريع بدي أعطيها أنا حالة التأس اللي صارت معي من 10 سنين لهلا بدي إياها تقول لي بكرة كيف يعني توقعات التأس نسبة للأرشيف تبعولي عم تعمل prediction بتكون كمان بدك classification بدك classifier. جميل. بالنسبة للفريم ووركس بس دكتور تفضل بالمحاضرة كنا بالسيمينار حكينا بس عن وان لاير اعتبرينها ديب ليرنينج هي تو هي ما لها ديب ليرنينج هي تو كفي لحظة بس نحكي عن تو اور مور صرت ديب غير هيك ما بكونش ديب. فاين بالنسبة للفريم ووركس هلا صار في منافسة شرسة بين الشركات الكبرى ليعملوا فريم ورك للديب ليرنينج يعني حتى اخر شيء ما بعرف شو اسمه والله لا اذا حدا بيعرف حتى يعني جماعة الفيجوال ستوديو صاروا منزلين كمان عندهم سوفت وير منشان الديب ليرنينج. على كل حال في كتير اشياء في كتير فريم وركس اهمها يمكن المتداول اكثر شيء هن هو التنسور فلو والكيرس. في شيء في شيء للجافا هو الدي ال 4 جي طبعا تنسور فلو بايثون كبروجرامينج لانجويج والكيرس نفس الشيء. بس بكل الاحوال المودل اللي طلع لكم اياه الكلاسيفاير اللي طلع لكم اياه كان تنسور فلو او الكيرس فيكم تروحوا تعملوا له امبورت من اي لغه برمجه يعني ما في مشكله يعني احنا بندرب البايثون بس في روح جافا او تستخدمه ما في مشكله يعني لغه البرمجه منها هي عائق طبعا في غير. جميل. بعد في عندي سلايد وبروح على الديمو هيك نطلع شوي من الانيشال النظريه. طب شو هو الكونفوليوشن نيورال نتورك؟ انا بعرف شو هو الديب نيورال نتورك. اتس ا نيورال نتورك ويز مور ذان تو هيدن لايرز تشيك. الكونفوليوشن نيورال نتورك اتس ا ديب نيورال نتورك ولكن في عنده لاير بالاول هي مش لاير هي يعني مثل البري بروسيسنج ستاب. اول شيء الفكره طبعا هو هيدا بالاساس للصور هذا يستخدم للايمج كلاسيفيكيشن. الفكره هي انه شو بده بدنا الكونفوليوشنال هي انه انا ما اتعامل مع الصوره كفيكتور اوف نمبرز فقط هي عباره عن البيكسلز هي لا اعمل فيتشر اكستراكشن طلع من الصوره الفيتشر تبعيتها. شو يعني فيتشر؟ والله انه هون في عندي نفترض مثلا اذا اخذنا رقم واحد والله في عندي فيرتيكال لاين فيها ها عم بحكي عن فيتشر بقلبها مش عم بحكي عن نقطه نقطه كفيكسل. والله اذا في عندي شيء بيرسون تعرف هذا شخص في عندي رسم البادي تبعوله هذا بسمونه الادجز يعني هذا كمان اتس ا فيتشر اكستراكشن. مين بيعمل لي هذا الشيء؟ بيعمل لي هذا الشيء هو هذا هو الـ هو الـ هو الستاب تاع الكونفوليوشنال. اول شيء فاذا الكونفوليوشنال نيورال نتورك الهدف منه انا ما اعطيه صوره حيمر بمراحل هن كونف وبول طبعا ما حاشرحهم هلا كمان على ذي الوقت وبوصل اخر شيء لفكتور هذا الانبوت تبع النيورال نتورك الاساسي تبعه اللي هو طبعا مش مبين هون يمكن مبين بالثاني فوالا اوكي بوصل اخر شيء هون لا هذول الفيتشرز هن بيكونوا الانبوت على النيورال نتورك تبعهم بس هذول الفيتشر انعملوا قبل اوكي. فاذا هون انا استعمرق الصوره مش ك بيكسلز عمرقها كفيتشرز. واضح؟ طيب ديمو جاهزين؟ يلا اللي هعمله هلا هعمل ديمو على الايمج ريكوجنيشن هاشتغل بطريقتين. اول طريقه طبعا بالحالتين هاشتغل ديب
يعني بالحالتين هيكون في عندي ديب نيورال نتورك يعني اكثر من 2 هيدن لايرز. بس مره همرق الصوره ك فيكتور اوف بيكسلز وحنشوف قديش هتكون الاكيورسي تبعيتي، ومره همرقها عبر سي ان ان عبر كونفوليوشن نيورال نتورك، يعني هطلع فيتشر منها هتشوفوا انتوا لحالكم قديش هتفرق معي. طيب هاي للمناسبة كمان بس هيك تعليمات بسيطة منشان إذا أخذتوا الدي في دي بقد مشوا عندكم الأبليكيشن بالبيت تعرفوا شو كنت تعملوا. على الدي في دي في عندكم سوفت وير اسمه الأناكوندا. الأناكوندا هو عبارة عن انفايرمنت مثل دوكر كونتينر، يعني هو عمليا في بقلبه كل شيء. يعني إذا أنا حتى منزل عندي الأشياء على السيستم بنزلها بقلب هذا الكونتينر، بصير إذا بدي أحملها على ماشين ثانية فيني أحملها. هلا هو هذا الأناكوندا هو للبايثون بالأساس. فانا اوريدي عامل لها سيت اب للاناكوندا رح فوت عليها. طبعا مش انا صفاق، خلي اخر شيء نحكي عن صفاق، قصه كبيره صفاق. اناكوندا اوكي. طبعا اعمل اكتيفيشن هون بس ايش اللي خاصه فيه؟ لانه احنا على الماشين هون في عندنا جي بي يو، اعمل اكتيفيشن للانفايرمنت تبع الجي بي يو. انتوا اذا ما في عندكم جي بي يو ما في مشكله، بس اعملوا له انتوا لاناكوندا سيت اب. في عندكم على كل الاحوال ريدمي فايل كمان موجود على الدي في دي. بقلكم شو ستابس لازم تتبعوهم منشان يصير في عندكم الفريم ورك الكارس عمليا. اذا بدكم تعملوا سيت اب بعدين بدكم تعملوا من هون من الاناكوندا بدكم تعملوا هدول الانستركشنز. اوكي؟ هيك بتأمنوا انه الكارس صار عندكم، طبعا في صور في كل التفاصيل. طيب انا اوريدي عندي الكونتينر عندي الانفايرمنت. ها بس بدي مشي الانفايرمنت تبع الجي بي يو. مالي هم بدهم يقعدوا شوية وقت ليلا. وفتت لعندي على هون فتت على الباس تبع اللي هو على السي محل ما انا حاطط الفولدر على السي يوزر صفاء ديسكتوب ذا ماجيك اوف ديب ليرنينج. هي اوكي. هلا هون حنبلش اول شيء بالايمج كلاسيفيكيشن. في عندي اتفقنا انه في عندي اثنين تو ميثودز. اول وحده عبر سمبل نيورال نتورك، هي بتكون سمبل ديب نيورال نتورك. حفوت عليها تعريف عليها كمان. اوكي هيدا هو موجود كمان المفروض في كذا صفحه. اوكي هذا هو الكود. طبعا ما حفوت بتفصيله. بايثون عامل امبورت للكيرس حتما في مكان ما. اللي بدي اقول لكم اياه بكل بساطه انه هو الصور نحن طبعا حنعطيه هذول الصور كمان محضرين لكم اياهم. نحن شيء اسمه دوكس تو كاتس تو دوكس. طبعا هذول كل الصور مصنفين بين كات ودوغ بالليبل تبعهم. اوكي في عندي كاتس اند دوكس. هو عمليا حنعطيهم هلا النيورال نتورك ليتدرب عليهم ليخلق لي موديل من بعدها استخدمه مشان انا اعطيه صوره غير اللي تدرب عليهم ويصنف لي اياها يلي زي كات ولا دوغ. تمام؟ طيب رح نعمل بس بشكل سريع لنفهم الكود شوي. نحن هنعمل ريسايز للصوره بشكل يصير 32x32. فبناء عليه هون باول ستيب بكل بساطه حنمشي على البيكسلز وحفرجيكم ليش حنمشي على البيكسلز. لانه اذا بنفوت على المودل هذا هو المودل هون. اوكي لاحظوا الانبوت دايمنشن تبعيتي قديش؟ اذا مش مبينه هي 3072. طبعا 3072 ما هي الا 32 ضرب 32 يعني 1000 وكذا ضرب 3 لانه انا عم اشتغل ار جي بي يعني 3 دايمنشن. بيطلع اخر شيء انه في عندي 3072 بكسل يعني فاليو. لا احنا مش بكسل هن 32 ضرب 32 بكسل بس كل بكسل في عندها 3 فاليوز ار وجي وبي. اوكي بس بيطلع عندي فيكتور اوف هالقد دايمنشن تبعيته. هلا حمشي ما حفوت اكثر منه. بكل بساطة في عندنا سكريبت اسمه تاست نتورك دوت باي وكمان حاطين لكم التوتوريال شو هذا الكوماند لازم تنفذوها. اذا انا حنفذ هذا الكوماند طبعا هذا الكوماند حقول له مشي لي السمبل نيورال نتورك دوت باي هي الداتا سيت تبعيتي اللي فرجيتكم عليها تبعت الصور والموديل اللي بده يخرج لي اياه يحفظ لي اياه بفولدر اسمه اوتبوت واسمه كذا. اوكي هلا هون المفروض انها مشي شوي. اذا هون نفوت على سمبل نيورال نتورك
ومن بعدها الآن للأسف يعني هون الموضوع الوقت شوي سئيل رح يمشي. عملت 8000 رجعت 8000 صورة أوكي تمام. هل حتشوفوا هيمشي حيخرج لي موديل. هذا الموديل أنا أريد محضره بقلب الأوتبوت اللي اسمه Simple Neural Network للتشريفات أوكي. ما حمشي ما حخلي يمشي على الآخر. أنا عنا GPU لا بيمشي بشكل سريع. لاحظوا كل مرة بكل إبوك الإبوك هي جولة رح ألغيها أنا هون هلا. الإبوك عمليا هي جولة طبعا شو جولة يعني كل مرة فيها كل الصور كل مرة فيها كل الصور كل مرة عمل adjustment للvalues للweights كل مرة بعتني loss هون والaccuracy هذا صار الaccuracy تبعيته الaccuracy صار 0.5 والloss هو كذا قلت لكم لأحصل على model مرتب بدي أوصل الaccuracy 100% ومش بس هيك بعض الأحيان بعتني accuracy عالية بس loss بيكون كمان عالي بيكون هو بيكون الموديل تبعه منيح على الداتا اللي معي بس مش ضروري يكون منيح على الداتا اللي بتجيبه من برا حتى اقول منيح حتى كمان ممكن يعني احتمال كبير يكون منيح للداتا اللي هجيبها من برا بدي اتكل كمان على اللوس على نسبه الخطا ليش يعني بعض الاحيان بيقول لك الاكيورسي 100% بس هو شايف الدوج كدوج بس 55% مش 100% يعني عمليا بعد مش مميز 100% فاهم كده طيب هلا رح نمشي الموديل تبعولنا اذا في عندي سكريبت ثاني اسمه تاست نيورال نتورك على تغيير معنى على التاسك بس لكل الأحوال كمان همشي هيأخذ مجموعة صور موجودين بفولدر هشوف كيف هيصنف لي سريعا عم يشتغل على GPU عندكم بالبيت تأكدوا انه الموضوع هيكون كتير صعب اذا على CPU يعني بده يأخذ وقت طيب صنف لي هيدا كات يعني هو مصنفه دوغ 48% هو هذا كلب مش هيك طيب صنفها كات 77% كات هو هذا دوغ بدنا في خطأ بدنا عم نشتغل هون برجع أذكركم على الموديل اللي عم يأخذ الصورة as pixels مش عم يعرف feature extraction منها أوكي هنكمل هيك أوكي هذه الكات بينما هو دوغ هذا دوغ تمام كات هذا المعطر عملها دوغ أوكي كات بس في نسبة خطأ نسبة خطأ عالية. كل أحوال هلا رام بعطيكم اليوم أنا بالأخير. فاين نعم. أشوف البروجيكتور إذا فينا نقص فيه. مش الحال. هذا فيني عمل هون. هلا أنتم مش شايفين الكونسول هون هيك؟ بس الصورة شايفينه. هلا أنا عمل رقم اليوم. هذا ضرب 98% شايفينه ضرب؟ أوكي. طيب. هخلص. طيب هلا راح نروح لرفس السي ان ام الكونفليوشن نيورال نتورك يعني كمان هختصر الستابس لانه مع الموديل انا اوريدي بس هفرجيكم بس على الكود شوفوا شو هي تمام موجود هون المفروض سي ان ام طيب هون صرنا عم نشتغل بهون في عندي الكونفل بول هدول الكود اللي هون ما بدي ابين احاول اكبر شوي هول هن layers تاعت convolutional لأن عمليا منهم هعمل feature extraction إذا في عندي two layers convolutional هيدا أول واحدة وهيدا الثاني إذا في عندي two ومن بعدها هيكون في عندي اثنين كمان two hidden layers بقلب ال neural network الأساسي قبل ال processing همشي عليه كمان الصور وهون في عندي كمان توتوريال خاص بكل بساطة هتفوتوا عنده تعملوا طبعا بدي غير الباس تبعولي عندي هون اذا بدي ارجع لورا بدي فوت هالمرة بالكونف اوكي وهون رح نفذ السكريبت اللي هو طبعا هيخرج لي كمان ده موديل هو الكلاسيفاير هلا هيعمل كلاسيفيكيشن هون سوري هيعمل تريننج بلحظة طبعا تريننج هيكون كتير بطيء ليه؟ لانه عنده كونفوليوشنال قبل واضح؟ راح يكون بطيء نسبيا ولكن على كل حال هدول دغري انا على النتيجه هدول دغري على النتيجه النتيجه هي انه فرجيكم على الغلط اللي غلط فيه هوني هتشوفوا هون حيبطل الغلط فيه
هذا اللي كان شايفه تصين ايه؟ اللي شايفه قلب ها؟ كونفوليوشن كات طبعاً انتبهوا مجال الخطأ بعده وارد ما عم بقول انه وصلنا لمحل 100% لسبب انه انا هون عامل تريننج 250 ابوك يعني عملية 250 جولة ضربوا أكثر بتحصلوا على نتيجة أحسن حطوا صور أكثر بتطلعوا على نتيجة أحسن زيدوا لايرز بتطلعوا على نتيجة أحسن أنا عامل هون 2 هيدن لايرز بس واضح؟ فإذا كله مرتبط بهالبراميترز قد ما زدتوا قد ما أحسن وهكذا حروح على الاخر طبعا هون حتشوف النتائج هي افضل بكثير وانا حاعتبر على رقمز عمنش عليها بس ماشي الحال هن يعني طيب بالارقام من بعد التجربة بعد التريننج بعدد عدد بعد التريننج بعدد متساوي من الابوكس طلعت عندي على السيمبل نيورال نتورك يعني دون كونفوليوشنال اكيوراسي تبعيت 76% بينما على السي ان ان تطلع الاكيوراسي 91% في نسبة خطا لكن افضل واضح؟ طيب طبعا مثلا في عندي هيدا الصوره كان مصنفها هون كات مصنفها رجع دوغ بالسي ان ان هون هيدا الدوغ مصنفه كات من دون كونفوليوشنال مع كونفوليوشنال صنفه دوغ وطبعا في امثله لذلك تمام؟ حدا عنده اي سؤال؟ انا خلصت اول بارت بعد اللي 10 دقايق ما حاوقفن اكثر بس هرجيكم على الاوبجكت ديتكشن بالاوبجكت ديتكشن ما حفوت تكنيكال مثل التوني هذول يفوت بالتفاصيل بالابلكيشن اوكي طيب الهدف من الاوبجكت ديتكشن هالمره هو شو مثل ما حكيت اول المحاضره انه انا زعبت له هذه الصوره للي بالكلاسيفيكيشن في له هذه صوره دوك او يمكن كنا مدربه على انه هي صوره بريدج هذا الجسر اللي فوق حسب انا مدربه كيف بنعمل الأوبجكت ديتكشن بدي لا بدي الموديل مش يقول لي هيدا كذا او كذا اعطيني يا كلاس بدي الأوبجكت اللي بقلب الصوره يقول لي شو هن يقول لي اتس ا دوغ اتس انذر دوغ اتس ا بريدج طبعا اذا انا مدربه بعد شوي انه هدول هن حشيش بيقول لي هدول حشيش حسب انا شو مدربه مش حشيشه حشيش اوكي طيب بدي اوصل لمحل اعمل هيك اي صوره يقول لي عندي بيرسونز بيرسون هورس دوغ كار انذر بيرسون بالطريق بيقول لي في عندي ترافيك لايت اشخاص كل هدول التفاصيل كيف بدربه بيعطيني حسب الداتا ست تبعيتي للاوبجكت ديتكشن في عندي مجموعه تولز مجموعه بنسميهم الاركيتكتشر من التول كفريم ورك هن نفسهم اللي اعطيتكم اياهم بالاول يعني تنسر فلو وكيراس وكافين اوكي بس انا هون مشان نعمل اوبجكت ديتكشن بحاجه لاركيتكتشر يعني بحاجه لموديل نيورال نتورك موديل في عندي كثير حتى محطوطين بتطور الزمني يمكن الاهم هلا اشتغلنا عم نشتغل عليه مع طلاب الماستر وانا مروه مروه هو التي نلت طبعا بس اقول اهم في عاملين بنضرب على الاعتبار اول واحد هو شو اكيوراسي هذا شو بريسايز هذا شو دقيق و البرفورمانس يعني بدي اياكم سريع بدي اشتغل ريل تايم انا مثلا مثل هيدي الكاميرا اللي شفتها بالشارع من شوي اللي اشتغل ريل تايم اللي بيجي يعطيني هو كل ثلاث ثواني ليحلل لي صوره مشكله مش هيك؟ بكون واحد عامل حادث هو اذا بنشتغل على سمارت كار يعني مش بكون فت بالحيط وبعد ما قالوا انه في بوجه حيط صح؟ فهذا الفكره هلا في كثير نحن اللي حكينا لكم اياه بالديمو كمان حكينا لكم على الكافي كفريم ورك على الكافي كفريم ورك اخذنا الاركيتكتشر اللي هي الاس اس دي اللي هي سنجل شوت ديتكتور اللي هي هون تقريبا من 2016 بينت في 2016 ما في غيرها ما بس هعملكم ديمو سريعه بعدين نكون خلصنا سوينا بس طيب كمان الدي في دي اللي اذا حابين تحصلوا عليه موجود عندكم شيء له علاقه بالاوبجكت ديتكشن في نوعين في الاس اس دي وفي في شيء احنا نشتغل على الاساس تبع الموبايلنا اوكي اوكي في شيء للتنسور فلو كمان ده اس اس دي وفي شيء ثاني في شيء اسمه الفاستر اكسي ان ان في اركيتكتشر ثاني طيب لو هون في عندي فيديو راح احاول انا على الفيديو اعمل ديتكشن للاوبجكتس بس ما اخترنا كل الاوبجكتس لانه بصير كثير ثقيل اخترنا بيرسونز
بايسيكل بطل يعني قنينة هيك شغلات اللي هن هلا قادرين المرأة تشير مثلا إذا في كرسي أوكي همشي بالأول اللي هيشتغل على الفيديو طبعا فيني شغله على 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 إيمجز لحال على صور لحال بنهي الفيديو إذا سكر فاين إذا هروح على أبجد ديتكشن بعدين على الأس أس دي شو اسمه هو موبايل نت أوكي هلا رح مشي كمان في عندي معطينكم كيف بتمشوا للفيديو حنمشي هيدا اذا حعمل اكزكيوشن هيدا سكريبت حتشوف هلا الفيديو هيدا قدامكم كيف عم يلعب الاوبجكتس اللي طلعوا فهون ما فتت بكيف دربنا هون ما فتت كيف دربنا بدها لكتشر لحال بدها ندوي لحال بدها وركشوب لحال نفس الفكره هي عم يلعب البيرسونز جوا هلا بيلعطنا البايسيكل بعد شوي هي هذا بالموف بينت وهكذا اوكي في حنشتغل حعملكم لايف ديمونستريشن كمان رح شغل لايف عندي على الويب كام تبع ريل تايم يلا اوكي شير خلاص دهنا باينك مش الحال اذا لا تكمل لا تروح مش الحال صدوني انا لاطه تمام طيب واخيرا وليس اخيرا هذا ما بعرف من الفيشه الظاهر لانه عم يشتغل على الريفام على الجي بي يو فعم يضيع بالجرافيك كارد بالبروسيسنج عم شفعنا مش باليوم anyway طبعا انا بشكر حضوركم برجع بجدد شكري للدكتور باسل وللدكاتره الكرام دكتور انطون دكتور صبا اللي بعد في دكتور بلال دكتور رامي وين دكتور رامي قاعد معي طيب اذا في بس ما خلصت بس رجع اعطوني بعد وقت دقيقه بس دقيقه وخلص انا إذا في أي سؤال أي استفسار عن هذا العالم عن هيدا عن المحاضرة اللي عملت أنا بخدمتكم قلت لكم في ديفيديات قبل كل الريسورسز اللي قدمناهم ختاما اسمحوا لي أشكر جزيل الشكر مجلس فرع الطلاب بدي أزقفك الكمبيوتر ساينس كلاب خصوصا وخصوصا جدا 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 صفاء دياب اللي حضرت كل الانفايرمنت كل الريسورسز هدول اللي بدي تاخذوهم صفاء اللي عملتهم مش انا وشكرا مره ثانيه يعطيكم الف عافيه شكرا للمخرج علي رحال